الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا نور بالجميع من على قناتنا أوياك تي في. أرحب أجمل ترحيب بالأخ العزيز رئيس المهندسين علاء الطريحي، هو بنفس الوقت رئيس رابطة المهندسين مهندسي الطيران العراقية. هاي الرابطة مساء النور. اهلا ما اعرف وش وقت تاسست. اهلا وسهلا استاذ علاء. وسهلا استاذ، اهلا وسهلا دكتورنا العزيز الغالي، شو الله صحتك؟ يخليك، بس اريد فكره اول مره عن الرابطه وبعدين ندخل على الموضوع. الرابطه طبعا تاسست بال 2010، طبعا مسجله من منظمه الان جي او، منظمه المجتمع المدني. طبعا غايتها شنو؟ الدفاع عن حقوق المهندسين الطائرات وادخالهم بدورات ومشاركتهم بدورات. يعني اي مهندس طائرات مثلا، حتى لو كان يعني في الاكاديميه او كان في الجامعات او الكليات، احنا نكون يعني سند له في اي شيء، بالدورات، بال مثلا الحقوق المقبوله له. يعني هواي جماعه مثلا يعني اتصلوا بينا يتصلوا. مثل النقابة، خلينا نقول. طبعا اي طبعا هي دفاع عن حقوق المهندسين الطائرات، وهاي امور يعني كان وقتها مهندسي الطيارات ما يخلوهم يفوتون الى اخذ الدورات. يعني خليناهم شنو؟ احنا رحنا للوزير، رحنا للمدير العام، تناقش وياهم وكذا وكذا، خليناهم صاروا مهندسين طائرات وعلى الطائرات 747 و767. يعني بجهودنا، يعني لو ما يعني كانت هذه المنظمه تعملون دورات تخصصية في مجال هندسة الطيران. طبعا هي طبعا حتى بالاكاديميات اونلاين وغيرها، يعني وحتى ندزهم دورات خارج القطاع. بس شنو احنا هنا نريد نحاول شنو؟ يعني حتى بمجال الطيران، مهندس الطيران تصير عندنا شنو؟ معارضه ان هنا بانه هذا المكان غير ابروفد، هذا المكان غير ابروفد. مع العلم احنا رحنا بالاردن، هناك ندعوني هناك بالاردن، يعني مجرد بيت وغرف، وهذا جت سلطه الطيران المدني الاردني يعني اعتمدته. ماكو فهي هاي شغله. مثلا نادي فرناس الجوي كل شيء مؤهل، يقول لك لا انت غير معتمد. فهي يعني امور يعني مع الاسف. بس من حيث الامكانيات الفنيه موجوده عندكم، لان اغلبكم مهندسي طيران سابقين. طبعا احنا اول فحص ثقيل بالقطر الجوي العراقي سويناه 2007، اللي المصريه وقتها سوتها وما قدروا يرجعوها ال 77، جابوا مهندسين هنود ما في وقتها وسووها هذا. يعني اول فحص ثقيل في الشرق الاوسط والدول العربيه سوينا الفحص التقييم مال سبب. يعني وطارت عندكم لغه امكانيات الفنيه ان تعملوا دورات تخصصيه في مجال هندسه الطائرات داخل العراق. طبعا مو هسه، يعني من زمان احنا يعني نسوي دورات. مثلا عندك يعني وايد مهندسين يعني هسه لازم هم الاكاديميات كلها هم اللي يدرسون. بس شنو دعم؟ ماكو يعني مع الاسف، يعني باي امور يجب ان يكون دعم بهم. نعم، عين مهندس علاء، حقيقة احنا نشرنا بموقعنا الإخباري الشبكة مباشر موضوع يعني فعلا أثارنا، حول خبر سلطة الطيران المدني العراقي توقف طائرات إيرباص نوع A220 الجديدة عن العمل بعد تعرض محركاتها لمشاكل فنية، ومقرون أيضا بكتاب رسمي من رئيس سلطة الطيران المدني إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، رسميا مكتب السيد المدير العام، إشارة إلى عارض طائرتين، وإحنا راح نعرض هذا بالبث بالفيديو الكامل. هذا الكتاب تقرر إيقاف تشغيل جميع طائرات الطراز المذكور A220 إلى 300 وبشكل فوري وإلى إشعار آخر. يعني موضوع مخيف، واللي افتهمناه بأن هاي الطيارات مشتريها يعني حديث، وطائرة إيرباص يعني تعرف هي بالعالم، هي والبوينغ يعني منافسة قوية. والمشكلة يعني أرسلوا لنا صور تلف البطاقة الداخلية لغطاء المحرك وكسر صحيح. أجزاء من زعانف المروحة،
خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي. وهذا بعد يعني هذا العارض يعني للخطوط الجوية العراقية، واحدة من عدهن نفس الضرر أثناء توجهها إلى تونس. طيب هاي شلون ترجع وكيف ممكن أن نشتري، وشنو المشكلة بالذات؟ يعني هل الجانب الفني كان مفقود بشراء هاي الطائرات؟ والطائرات مو رخيصة، غالية، فكيف ممكن تنور المشاهدين حول هاي النقطة بالذات؟ نعم طبعا، الشركه الكنديه البومباردير في وقت باعت الخطوط الجويه العراقيه 6 طيارات، هي اللي سي ار جي 900 طبعا، و يعني يعني كان طيرانها جدا جدا فعال في الخطوط الجويه العراقيه. بس شنو المسافات كانت يعني قصيره، مثلا سليمانيه، اربيل، البصره، اسطنبول، طهران، يعني اثبتت جدارتها السي ار جي 900 هي شركه البومباردير. بس الخطوط الجويه العراقيه اكتفت، قالت لهم بانه احنا نريد هاي بس الـ6، ما نريد بعد الـ10 طيارات، المفروض 10 طيارات. فخلت الاموال كلها بقتها جمدتها وين؟ في شركه البومباردير. سنه 2020 21 باعت شركه البومباردير، باعت المصنع مالتها الى الايرباص. فهي الطائرات هي بومباردير. تعرف جنابك بانه الطيارات اللي تصنع يكون محركاتها مثلا برات اند ويتني او سي اف ام، مثلا مو مثلا الايرباص مثلا طياره بكاملها كمحرك لاندنج جير كاي بي يو كلها هي ايرباص، لا، البوينغ نفس الشيء. مثلا اللاندنج جير مثلا تقول من شركه برازيليه، المحركات مثلا برات اند ويتني. الخلل هنا أنا مو بالطياره، الخلل شنو؟ تعرف بالمحرك نفسه اللي مشتريه من البراتن وتني، فعليه ان تتحمل البراتن وتني هي المشكله، وليست شركه البومباردير ولا شركه الايرباص. يعني شركه الايرباص يعني ولا شركه البومباردير هم كطياره يعني مكتمله وكامله. العطل شنو بها؟ نفسه بالنوز كولينج اللي هو مقدمه الغلاف المحرك اللي صار العطل به. بس شنو اهم يعني الوم الخطوط الجويه العراقيه على ذلك. ليش؟ الخطوط الجويه المصريه نفسها ماخذين الاي 220، اي 220 سنين صار لها وياهم مشاكل وكذا، غير انتم تتعظون بانه عند المصريه هاي مثلا مشاكل. قالوا لا، احنا لساعات الطيران ما المحرك المصريه مثل 2000 ساعه طيران محرك، تامين نسوي تامين فني مثلا 2000 ساعه طيران، اي شغله يصير بها هم تتحملها الشركه. العراقي قال لا، احنا سويت 800، يعني اساس فشي ذكي 800. لما اخذت 800 يعني نفس النوع، نفس النوع، اي نفس النوع، اي بس راح تقعد الطياره يعني 800. انت تجو مثلا يعني مع الاسف هم شركه خطوط الجو العراقيه، شوف نوعت كل الطيارات، يعني 8 انواع من الطيارات موجوده. الو، لا عيد اسمعك. ثمان انواع من الطائرات موجوده في الخطوط الجويه العراقيه، هي طبعا 7672 جامبو 2 737 داش 800 13 وحده، سي ار جي 6، عندك الجامبو 2 تربل 7 وحده، اي 330 وحده، اي 323 اي 321 ايرباص. هاي كلها تنوع، هاي مو صالحه الخطوط الجويه العراقيه، هاي يحتاج لها شنو؟ طاقم طائره، مهندسين طائرات، وتضييف. هاي كمجموعه تروح هناك، بعدين تجي مجموعه اللي مال جامبو. فهاي كلها 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 يعني تصير خربطه في التخطيط، في العمل. يعني بالاضافه الى هذا يحتاج شنو؟ مواد سبير بارس لها، مخازن لها، معدات لها. فشوف الخطوط القطريه، الخطوط القطريه 250 طائره كلها 737-800، هي من احسن الطائرات اللي مسافات المتوسطه والقصيره. ماخذين شنو الطيارات؟ مثلا اكو طيارات عندهم تمام 777، عندك المسافات البعيده مثل اي 330 مسافات بعيده، جامبو مسافات بعيده، مثلا استراليا، عندك الامريكا، الصين. فهاي الشغله احنا نوعوا طيار، هسه جابوا هم يعني طيارات هم يعني شنو هي؟ اي 220 زين، هم يعني كادر خاص هم يعني متخصص يروح لها.
اخذوا هسه الماكس، الماكس ايضا هم يعني دزوا على مهندسين طيارين، والاضافه الى هذا الدريم لاينر، يعني ما يعني يعني ماكو تخطيط تخطيط لهم. وحتى الماكس هم يعني هنشوف الماكس بها كانت عطل كبير وخطير بها، توقفت عن الطيران، وبعدين سووا له موديفيكيشن تحوير للسيستم، صار السيستم ما يخالف اوكي، بس هم يعني العالم شنو تتخوف من هذا الشيء. زين انتم تشوفون قدامكم المصريه هذا عطل موجود على النوز كولينج وغيره من العطلات، ليش تروحون تاخذوها؟ هي ايش وقت كان الشراء استاذ علاء؟ نعم عقد الشراء ايش وقت؟ صار كم سنة؟ هو عقد من 2006، العقد من 2006، مو هي الشغلة. الاستلام ايش وقت؟ الاستلام استلام ما صار تقريبا سنة ست شهور توقفت عن، لما جت طيارتين توقفت مطار بغداد. ليش توقفت؟ لأنه ما دازين أوبريشن مانيوال وياها، هذا المفروض أوبريشن مانيوال وياها، توقفت ست شهور. زين يا شنو يعني حتى لو الاوبريشن مانيوال، انت دائره فنيه دائره هندسيه شنو شغلكم؟ المفروض غير يا بتطالبون بالاوبريشن مانيوال، قالوا ها هذا سعره دفتر، يعني دفتر شنو توقف طياره على دفتر ست شهور واقف الطياره؟ يجيبوا الاوبريشن مانيوال. ليش هي طياره ايش قد سعرها؟ طياره ايش قد سعرها؟ هي 48 مليون دولار، هي 48 على والله قريبه. يعني هم اخذوها يعني من لا شاره، لانه موقعين عقد وياهم بال 2006 بانه يشترون من بامباردير طائراتهم البامباردير، بس مو مشكله. يعني حتى لو ماخذين هسه سي ار جي هم يعني احسن من الاي تي 220. شنو الاي تي 220؟ هي سي سيريس 300، بس لما اخذتها الايرباص حورتها سمت بس الاسم مالتها اي 220، فيعني تتحملها مو تتحمل البومباردير، يعني شركه يعني جيده وفعاله وطياراتها جيده، حتى هي نفسها هي اي 220. بس الشغله شنو يعني البرات اند ويتني المحرك مالته هو اللي يعني مسبب هذه المشكله. يعني المحرك هو كانت نفس المشكله حدثت مع خطوط الجويه المصريه. المصريه نعم هي نعم. يعني هل الخطوط الجويه العراقيه ما عرفت بهذا الموضوع؟ لا عرفت كل زيادة تباع سنين. يعني زين انتم ليش تتجهون الى بعدين؟ يعني قلت لك هناك 2000 ساعه تامين فني على الطائرات، هم سووها ايش قلت 800 ساعه تامين فني، يعني سويت 800 تامين فني طلع لك العطل، هم انا قعدت الطياره كلها مصروفات كلها يعني تأخير بالرحلات كلها المفروض محسوبة. كلها المفروض محسوبة، هذا كلها محسوبة المفروض. يعني قبل دكتور كنا قبل ما نشتري طيارة، احنا انا بوقت جيت انا ومهندس الخطة الجوية العراقية مهندس كميل، رحنا هناك مجلس التعاون العربي بده يشتري اربع طيارات هي لليمن والعراق والاردن. فلما رحنا هناك يعني جت داش 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 ناين ما اتذكر وفوكر وغيره من الطيارات، نقعد نصب احنا نجيب المانيوالات، شنو هذا الادفانتج والديسادفانتج مال هذا السيستم ونقول لهم هيك وهيك وهيك، يعني ماكو خلال شهر كامل احنا انجزنا تقارير كلها واختارينا الداش ها داش 8 داش 8 اختاراني اياها، يعني مو لانه يعني كفاءتها وكذا وطارت الطيار وهذا، بس ما صارت الشغله بوقتها مال الكويت وهذا فتوقفت الشغله. المفروض دائره فنيه ودائره هندسيه وتوكيد الجوده، توكيد الجوده مو بس على المهندسين، شيك مثلا على الطيارات، اكو هناك حطوا لهم قسم خاص من لشراء الطائرات الحديثه، لان هاي كلها مو بالكم يعني كلها ما تعطوا وقتها. اكو فيديو مال مدير نقل ناصر بندر في الهنجر يقول المدير الفني يقول له ليش متوقف هاي الطياره؟ يقول ها يعني ما يعرف شنو هو؟ قال له هذا الطيار، قال له ها يم كابتن محمد ما ادري منو. يعني هاي شغله مو مثل قبل، يعني ماكو يعني احنا هسه لما طلعنا تقاعد ماكو تقريبا المعامل كلها خاويه من مهندسين متخصصين، يعني معاملك وكم اللوشيت وعندك مثلا مال البريك الكهرباء، يعني واي معامل الام دي تي كلها طلعت،
فمنو بقوا غير متخصصين. لهذا السبب شنو الطيارات قاعده 22 طياره قاعده هسه 22 طياره حاليا طبعا 22 22 طياره طائره في الخطوط الجويه العراقيه. نعم 22 طياره قاعده هسه و15 محرك قايم. ليش شنو 15 محرك قايم؟ لانه هو شوف شوف احنا يعني اكو مهندسين متواطئين صراحه الاحتكار هيك معمل المحارك، معمل المحارك ليش يصير معمل المحارك بالخطوط الجويه العراقيه؟ ليش يصير معمل المحارك؟ ليش جوي شركه الاي تي اس تيم التركيه جتي ودخلت على الخط ها وساندوها $850,000 شهريا يعطوها يعني 3 دفاتر باليوم، واحنا الصيانه كلنا نسويها، احنا كلنا نسويها، كل شيء يسوون هم كانوا. وحتى سلطه الطيران التركيه ما نطتهم اي تخويل الا من شركه الاي تي اس تيم، ما عندهم لا جامبو لا 767 لا 747 لا كذا. سووا بوقتها شركه الاي تي اس تيم يا بريد اللي هل الادرس ما كل اللي تكون على الطائره، فقالوا ها ما يخالف. وهسه باكر سنه ونص احنا متاخرين عليهم، لانه شنو؟ لانه اذا جابوها ذني يا تعال اشتغل على الجامبو، جامبو ما عندهم تخويل، 330 ما عندهم تخويل. فاخروا الاداره الخطوط الجويه العراقي وقت ميران وكذا وكذا وقعوا لهم قالوا يابا اوكي لا تجيبوها، لانه هم وياهم. فجابوا شنو بدالها؟ اجهزه مال التبريد، تبريد للوكر. يعني احنا وين بدنا نحكي صيانه؟ وين بدنا نحكي صيانه؟ وين بدنا نجيب لهم التبريد مال الوكر اللي حتى الان عاطل؟ جابوه عاطل. فهاي الامور مو مثل قبل، يعني قبل كان اكو حرص وكان اكو يعني مهندسين مضبوطين خريجين امريكا خريجين انجلترا، يعني تماما ما قلل من قدراتهم هسه، بس مو مثل يعني مثل قدراتنا. ما اكو اللي نسوي فحص ثقيل على الاو 7 بال 84 وهسه تشيك اي ها تشيك اي وتشيك بي مسوي ويقلبون الدنيا تشيك بي. انا تشيك بي كنت اسوي على الاو 7 اصعب الطيارات خلال 4 ايام 3 ايام يلقى الكتب عند هذا ورك شيت نسوي، هسه تشيك بي تنقلب الدنيا واسبوع كامل 10 ايام وهسه وانا تشيك بي. فهاي الامور يعني طبعا اكيد هذا الكلام يعني تاثر الحالات اللي ذكرتها على سمعة الشركة، يعني شركة الخطوط الجوية العراقية أعتقد هي الأولى بالمنطقة، يعني لها تاريخ الأولى هذا التاريخ طبعاً. فعلا عريق، وكلها تقول الطيار أو الشعار الأخضر معروفة. طيب الجانب الهندسي طبعاً. بالشركة حاليا شنو دوره بالموضوع؟ والله دكتور هي شوف الخطوط الجوية أي خطوط جوية المعامل الأساسية وكذلك مهندسي الصيانة، هذول الاثنين إذا ما موجودات موجودات يعني في شنو شو تطير على الطيارة؟ يعني معاول نقول له الوكيل قلت له وقتها المسؤول ما ها قلت له يابا لازم وسوينا تعاقد بالقوة سوينا تعاقد ودزيناه لوزارة النقل وزير النقل زين قلنا يابا بأنه هذا مجلس إدارة الشركة اللي يقول لك هيك احنا إدارة فنية يقول لك محتاجين المتقاعدين يعني خبره المعامل كلها فرغه. فسوينا كتاب وهذا ورفعناه للسيد الوزير، الوزير وداه للقانونيه، القانونيه يقول لك والله حسب الموازنه ماكو لا تعاقب ولا تعيين. زين ادري موازنه ماكو تعاقب وتعيين، يعني يكفي كتاب يعني الشركه تفشل وشركه تقعد طياراتها لا تعاقب ولا تعيين. يعني مجرد شنو هو؟ مجرد مثلا سوي ويا رئيس الوزراء سوي هذا بانه يابا قول له هيك وكذا شنو يعني هسه حاليا ما عندهم مهندسين طائرات بالعراق؟ عندهم مهندسين طائرات، عندهم مهندسين قسم، عندهم اكو وهذا، بس تعرف بانه المعامل تخاويل لازم عندهم خبره، ما عندهم تخاويل. ثانيا حتى لما مو مثلا الطبيب مثلا جراح مثلا يساوي واحد مثل 3 سنوات ويا واحد صار له 50 سنه 40 سنه يعني ما قدر من قدرته، بالعكس مهندسين جيدين وقسم هذا، بس مو مثل القدامى ما اقول. وحتى بالتدريس سمينا يعني لما يدرسون القدامى مثلا مو مثل ما هسه اللي يدرسون يعني الشباب. يعني هاي الحاله تذكرني دائما بالمنع المستمر كل سنه حول طيران الخطوط الجويه العراقيه في اوروبا. يعني منع يعني هي كانت اكبر ضربه قسم الظهر البعير بالنسبه لكل العراقيين، بحيث تمنع طائرة خطوط جوية عراقية أن تهبط في أحدى مطار في أي مطار
بدول الاتحاد الاوروبي، يعني كانت كارثه. وبداوا يعني الـ يعني الـ تغيير الاسماء، خطوط الجويه، بس هي كشركه ممنوع طيرانها ضمن فضاء وضمن ارض دول الاتحاد الاوروبي. شنو السبب استاذ علاء؟ دكتور هي طبعا شنو كانوا هسه جابوا المصريين، ماكو الصفه والصفه يشيكون العطلات مال الطائره، احنا كان الفنيين يجيبون العطلات مالتها وهم يسووها. فشنو طبعا كانت مثلا يدزولهم ايميلات، هم هي الاي تي اس تي من قبل المصريه جتي، هم يخلقون العطلات بالطياره حتى شنو، حتى يقول هم حتى يتعاقدون ويا الشركه التركيه. وبالعكس احنا لو يعطونا ان غير لا ما بقي شيء، يعني هم شلون مثلا هم يخلقون هذه المشاكل، يخلقون العطلات ويساعدهم انهم يساعدوهم بصراحه المهندسين، وثبتت عليهم يعني جنائيا ثبتت عليهم يعني توكيل يعني الجوده. يعني هذا 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 المنع اللي باوروبا الخطوط الجويه سببها عطلات الطائرات، لو جانب اداري او لا عطلات الطائرات، وش عطلات الطائرات هو؟ يعني مثلا قسم يقول لك ها والله الطيار اللي يدخن، لا مو هي هاي، الشركات كلها تدخن الطيارين يدخنون، وش مدري هم يدخنون لها. هي بصراحه تجي الايميلات للتوكيد والجوده، تجي الايميلات للسلامه الجويه، تجي الايميلات تشكشك الاوراق تشكشك الدب حتى لو ايش، حتى يعني ما ينظروا لها حتى يمنعوها بجديه كلها تامر يمنعوا الطيارات الطيران عن العراق. شي يتفقون يا شركه، شركه الاي تي اس تيم، شركه الاي تي اس تيم هي جت واخذت الايرباص مالتنا بسعر بخس يطيرون بها ويجون هذا يعطونا ملاليم وهم اللحم الشهيه، يعني هاي الشغله. فهي كلها تامر بتامر بتامر، لا ترى شنو هي شنو. حتى قلت لهم الحظر الاوروبي انا اقدر اشيله خلال 3 اشهر، اشيله الحظر الاوروبي زين. ثانيا شلون اشيله استاذ علاء احكي لي؟ يلا ساني باوروبا، انا باوروبا اسمع كلامك قول لي. ما يخاف انت 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 لما تفتش على الطيارات غير، انت مثلا تكون سلامه جويه عندك قويه ورصينه، عندك لديك مهندسين. انا لما سلامه جويه تمام ولا لا؟ سلامه جويه مثلا ما عندهم متخصصين على الطياره، زين انت شلون تجي تفتش على الطياره؟ لما تروح على الطياره تشيك المانيوال، لما تشيك انا صرت عن مفتشيه مره، عن مفتشيه قالوا لي تعال انا والله تعال انا الشغلات الفنيه، وجيت على شغلات 50 ملف فني بس فاسد طلعت زين. صعدت على الطياره على جنبه اعرف بانه هاي هذا المانيوال الموجود على الطياره، هذا مانيوال خطا، هذا عندنا اكو مانيوال ام اي ال بانه كذا وكذا سوي مفروض 10 ايام تقعد الطياره، هم شهر 3 اشهر شهرين حتى على مود مخصصات الافادات ياخذوها، ما يجوز هذا الشيء. فهاي الشغله يعني قصدك ريحة فساد بالموضوع؟ فساد فني هذا، انا حاكيه كم مره، فساد فني هذا يعتبر. هاي شغله يعني كلهم يعني يخلون شنو الخطوط الجويه العراقيه، يعني انا اقدر هسه اسوي سلامه جويه وكتبت الرئاسة الوزراء، مع الاسف ماكو رد، كتبت كلهم يعني كتبت لهم بانه انا هسه الحظر الاوروبي اشيله او شنو اشيله، مثلا تكون السلامه الجويه قويه مالتك، ازجهم مهندسين يفتشون على الطيارات، لان تفتيش على الطياره وتخلي العطلات كلها، اذن كل العطلات ما اكون نحلها على كل طياره، هلقد مهندس هلقد مهندس هلقد الفنيين، لما نحل عطلات بعد شكو هو مو ان شاء الله حضر الاوروبي تمام ولا لا؟ يعني هاي شغله مو شغله شنو؟ اعتقد اضافه اللي ذكرته يمكن اكو جوانب اداريه بالموضوع، يعني مواعيد تاخير عدم التزام الخطوط الجويه بسلام المهن. ما له دخل بالتاخير هاي. ثاني ماكو تاخير بالخطوط الجويه العراقيه، يعني بالعكس، بس هي شغله فنيه بحته. يعني طبعا اهل يجي ماكو مثلا يطلع لك على هذا ويطلع ما يقول يابا ترى اكو تامر بها الشغله، اكو مهندسين هم نفسهم، اكو جهه هم نفسهم دي يعرقلوها، يا ما ثبتت عليهم جنائيه بانه شكشكون الايميلات اللي تجيهم، يعني ليش يشكشكون الايميلات اللي تجيهم؟ حتى شغلتهم شنو تجي؟ يجون شركه الاي تي اس تيم ياخذون ويستفادون من عندها ومخصصات وافاده وكذا، نفس الشغله مال جامبو. الجامبو شغله الجامبو اللي دزوها للصين، ايش قلت لهم انا في وقتها؟ قلت الوزير وزير نقل ونفتش كتاب التقرير عليهم،
الطياره الجامبو لما تروح للصين هناك، اولا الكراسي تتبدل، هاي مليونين ونص، ثلاث محركات عندك، ثلاث محركات، ثلاثه ونص، ثلاثه ونص، ثلاثه ونص، لازم تتاهل المحرك هذا. و6 ملايين يقول التشيك مالتهم، يعني تقريبا يصير 18 مليون. قلت لهم انا لقيت لكم طياره جامبو 18 مليون دولار، 18 مليون دولار 5 سنوات، والفحوصات كلها كامله، مالت الاوراق كلها، الدوكيومنتس كلها كامله، وتقدر تطير 5 سنوات بدون 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 اي تشيك، يعني اي تشيك يعني كتير تشيك فحص ثقيل. وتبقى هاي الطياره، تبقى هاي الطياره، تبقى هاي الطياره سبير للطيارتين ذني، ناخذ حتى لانه خلال 5 سنوات احنا ما نصرف اي سبير بارز. ف 18 مليون دولار احنا مشترين هالطياره، والسبير بارز هاي موجوده عندنا الطياره تمشي، يعني عادل مال يعني اكثر من 30 مليون دولار بهذا السبير مال الطياره اللي ناخذ من عندها. وراحت للصين وتاخرت تقريبا 9 اشهر، اخروها هم يعني مخصصات وافادات هم يعني تامر، وتالي متالي ركنت على صفحه 6 ملايين دولار انطوهم وما سووا شيء. يعني مهندس علاء، هذا الكلام فعلا يقال الحديث ذو شجون، علما بان الخطوط الجويه العراقيه كانت تعتبر من اكبر خطوط الملاحه الجويه بالمنطقه، وهو عضو في الاتحاد العربي، وتاسس من عام 1945 من قبل جمعية كانت موجودة. 34 هاي اللي شفناها، اللي تأسست من بداية الهيئة الإدارية بال 38. نعم بال 38، بس اللي تأسس الفعلي بال 45 من قبل جمعية الطيران العراقية، وكلها كانت من قبل طائرات بريطانية بوكيتها، وكانت من يركب واحد بالخطوط الجوية العراقية مثل ما هسه يركب اي خطوط عربيه، الامارات وقطر وغيره وغيره، اذا ما الظاهيه. وفعلا الامارات والقطريه يعني خلينا نقول عليها البارحه تاسست، يعني هي كدوله البارحه، يعني الخطوط الجويه العراقيه صار لها قرون قرون، عقود عقود من الزمن، وهاي حالها. طيب أسعار الطائرات اللي عندك معلومات اللي اشتروها وهسه حاليا نايمة ككلي، اللي مال دريم لاينر والماكس، هاي الأخيرة A20 وقتها هم دافعين فلوسها، هاي دافعين فلوسها يعني لشركة البوينغ. قصدك إيرباص مو بوينغ؟ لا لا البوينغ، يعني هاي الدريم لاينر عندك، وال الماكس هاي مدفوعة ثمنها من قبل، يعني هي والسي ار جي وقتها وزارة المالية هي دفعت الفلوس. فالدريم لاينر مفروض اساس 777 تجي، بس قالوا ماكس، الماكس والدريم لاينر جابوا يعني الفلوس اللي نطلبهم احنا، يعني ما دفعنا، ما اشترينا كل شيء احنا. يعني هسه المشكلة ايضا بديش الطائرات استاذ علاء، لو بس بهاي الطائرات الاخيرة. لا بس بهاي الطائره، لا بس بهاي الطائره، بس عندك الماكس، الماكس يعني مفروض يعني كدائره فنيه الشركات كلها العالميه كلها تتخوف من ايش تشتريها، تمام؟ وسووا موديفيكيشن وطاروا طارت بيها وسووا تشيك عليها وش كم مره يعني، ونجحت بالتشيك بالموديفيكيشن مالتها بالتحويل مالتها، بس شنو العالم تتخوف تمام ولا؟ فهم جابوا، هم يعني جابوا 4 طيارات، يعني هي شغله خطا، هم يعني خطا. وأنا أشكرك هواي أستاذ علاء على إتاحة الفرصة حتى نعطي صورة للعالم والمشاهد حول موضوع قرار سلطة الطيران العراقية توقيف طيران هاي الطائرات اللي ما صار لها سنة على شرائها، وتعرضت لنا أيضا على سؤال لي حول منع الخطوط الجوية العراقية من الهبوط أو المرور بالمطارات الأوروبية، وهاي اللي كانت كارثة. ونشوف رأي الخطوط الجوية العراقية. دكتور، هي سلطة الطيران المدني توقفها هي مفروض مو بالأخير سلطة الطيران، لا عندنا توكيد الجودة، احنا المفروض توكيد الجودة دائرة فنية، هم يبادرون بالإيقاف، يعني شنو تخلوها الطيارة يعني تطير؟ كان المفروض هذا القرار قبل طبعا، يعني توجيه قصدك ورسا منع قبل سنة،
قبل توكيد الجوده عندنا مثل توكيد الجوده المفروض هي كسلامه جويه للخطوط الجويه العراقيه. يعني احنا مو توصل للمرحله اللي يصدر بها سلامه الجويه يصدر بها قرار بالايقاف، لا انت توكيد الجوده من شو في اداره فنيه، شنو شغلك انت مدير فني مدير هندسه شنو شغلكم؟ اذا خساره ماديه، خساره ماديه ومعنويه. طبعا خساره ماديه، وطبعا احنا كعراقيين يعني فعلا نشعر بمراره من هذا القرار ومن سمعه الخطوط الجويه العراقيه. الف شكر عين استاذ علاء، نتمنى نتمنى من شكرا الله يخليك، نتمنى ان شاء الله تنحل من قبل واشراف رئيس الوزراء العراقي لسمعه الخطوط الجويه العراقيه السابق، والاستفاده من المهندسين العراقيين اللي موجودين حاليا في العراق وهم مهندسين اكفاء، وما سمعنا في يوم من الايام حادثه او توقف طيله فتره تاسيس الخطوط الجويه العراقيه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نضيف فيلم للتسجيل هذا. شكرا جزيلا عين الله استاذ يخليك دكتور، يلا نشوفك الله يخليك، مع السلامه، حياتي الله يخليك، مع السلامه.